حته بقى حسام اشرف، انا برضو ما بحبش اتكلم على الاختيارات للجهاز الفني، اه ممكن اقول رايي فيها ولكن ما ببقاش ضد الاختيارات. انا بقول رايي في الاختيارات مثلا للجهاز الفني مثلا بقياده كابتن حسام حسن او ميكالي على صعيد المنتخب الاولمبي، انا بتكلم بقول رايي. ولكن بعد ما بقول رايي، احنا كل الدعم لاي لاعب هيرتدي تيشرت منتخب مصر، ده الاهم. ولكن بيبقى عينك مثلا في الدوري مثلا تبص تلاقي واحد زي الكابتن عمر جابر مموت نفسه بيلعب اداء قمه النضج والوعي وكل شيء، بدنيا تطور بشكل كبير جدا وفنيا من احسن المواسم اللي بيأديها كابتن عمر جابر في ناحيه اليمين. يمكن لعب قبل كده في نص الملعب مع الكابتن حسام حسن وهو في نادي الزمالك في بداياته، وادى اداء قوي جدا وكان لاعب كويس جدا. ممكن تلاقيه فترة من الفترات مش في مستوى، لكن احنا بنتكلم على السيزون ده والفترة دي، لا احسن باك رايت في مصر دلوقتي هو كابتن عمر جابر. ما انضمش، احنا بنقول بننور، ولكن احنا مش ضد الاختيارات، ولكن كنا نتمنى ان لعيب مجتهد وبيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا زي كابتن عمر جابر وبلغة الارقام، وفي اخر ماتشين عامل اسيست في مباراة فيوتشر وعامل اسيست في مباراة الاتحاد، فانت مش هتقيمه بس دفاعيا، لا دفاعيا وهجوميا شغال بشكل كويس جدا. كمان دونجا، نبيل عماد دونجا برضو من اللعيبه الواعده جدا اللي ارقامه خلته في التشكيله بتاعه الكونفدراليه الافريقيه، هو اكتر لاعب من حيث الارقام في عدد التمريرات، في صحه التمريرات، فدي على مستوى الارقام والناس كلها اللي بتحلل رقمين يقول لك لا دونجا يستاهل انه يبقى متواجد. انا مش بفرض عليك لاعب ان هو لا يبقى متواجد ويلعب اساس، لا يبقى متواجد في المجموعه. يعني هو في الحته بتاعته في رقم ستة هو من احسن لعيبه في رقم ستة في مصر. ده بيبقى رايي. ولكن بيبقى بعد كده لازم اقول ان احنا بندعم كابتن حسام حسن، ده طبيعي. ده منتخب مصر. انا اقول رايي اه وابقى اقول امنياتي اه ان انا اتمنى ان لاعب زي ده يبقى متواجد. اتنين لعيبه بيموتوا نفسهم وفي حاله بدنيه وفنيه قويه جدا، نفسيا لما يبقى في معسكر ما يتاخدش ومعسكر تاني ما يتاخدش، تحس ان انت بتهبط اللعيب نفسيا مع انه يستحق انه ينضم. ده كان الامر. نفس الامر على حسام اشرف. حسام اشرف يمكن راجل هداف الدوري وعامل شغل قوي جدا في فريق بلدية المحلة اللي هو المفروض انه مش فريق مثلا في مقدمة الجدول وفريق عنده فرص وصناعة فرص كتير جدا، ولكن ومتواجد مع فريق مع فارق الامكانيات. طبعا تتكلم على نادي الزمالك او تتكلم على بلدية المحلة من حيث اللعيبة اللي بيخدموا على الفيرويد هتلاقي نادي الزمالك اقوى، ولكن هو في بلدية المحلة وعامل شغل قوي جدا. فبرضه واحد استغرب انه حتى ما انضمش لمنتخب الاولمبي. يستاهل. اسامه فيصل موجود يستاهل، احمد نادر حواش موجود يستاهل، ولكن في لعيبه لازم تاخد فرصه. يعني واحد بيموت نفسه وبيجيب اهداف كتير وهداف الدوري وشايف نفسه ان هو انا عامل رقم كويس جدا محقق حاجه، انا تعبت وربنا كافئني ان انا موفق في الفتره دي، فاهمة؟ ما تدس عليا بقى، سواء أنا بتكلم على المنتخب الأولمبي دلوقتي في الفئة السنية بتاعته والفئة العمرية يعني بتاعته. فده أمر أنا كنت مستغربه جدا، عدم انضمام حسام أشرف لمنتخب مصر. زي ما في فترة من الفترات كان محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، وهو لاعب أهو مش محسوب على نادي الزمالك، كنت دايما بقول إن شكري ده من أحسن اللعيبة الباك ليفت في مصر. لو اتكلمت على الكابتن فتوح، اتكلمت على محمد حمدي، لازم يكون شكري موجود، لكن طبعا الراجل عنده اصابه ربنا يا رب يشفيه، بس انا بتكلم على قبل ما يتصاب. كان هو انضم لمعسكر واحد وبعد كده للاسف يعني اتصاب، نتمنى له طبعا الشفاء. ففي حاجات بعينك انت كراجل متفرج على الكوره، كراجل متابع جيد للكوره بتقول رايك. الالوان بتختفي عند منتخب مصر. انا بالنسبه لي الالوان بتختفي عند الكلام على منتخب مصر. ده كان أمر برضو مهم جدا.